تحكي عن انتصارات انتصارات الفروسية الإسلام. أنا حضرت ورقة، أنا فكرت في اللي حضرت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. نحييكم من بيت الحج أشرف ربيع في منطقة الباطن شمال طرمس عية، مشان يعني نضبط الأمور، ونحيي المغتربين والمواطنين عبر البث المباشر للتجمع الطرمسعاوي، وهذا الإبداع يعني نفتخر به، ونسأل الله أن يكون الملتقى الطرمسعاوي في يوم من الأيام عند البث المباشر. وهذه الندوة نتحدث فيها عن الفروسية، وبحكم الأخ الحج أشرف صاحب نادي الفروسية الطرمسعية ورئيس اتحاد الفروسية الفلسطينية، الذي نفخر أن أحد أبناء بلدتنا استطاع بجهده الخاص وماله الخاص أن يصل إلى هذه المكانة ليرفع اسم فلسطين من خلال الفروسية. والجميع يعرف أن الفروسية تعني الكثير لمن يفهم الفروسية في عهد الإسلام، كم كانت الانتصارات بجانب الإسلام والمسلمين. وبما أننا نحن في ندوة خاصة في بيت الحج أشرف، نود أن نسأله عن هذه المغامرة العظيمة التي ليس من السهل أن يغامر به أحدا بما قدم من جهد خلال السنوات الماضية حتى قام بتأسيس النادي، والنادي الحمد لله قد وصل إلى قمة النجاح، وهو الآن تمثل بفلسطين أنه رئيس نادي فروسية. فليحدثنا قليلا عن هذه الرحلة في هذا التأسيس، وكم وصل بنا هذا النادي وهذا الاتحاد. أول شيء أهلا وسهلا فيكم في بيتكم، ومنسلم على جميع الشباب الطرمسعاوي في المهجر، ونتمنى عودتكم لوطنكم الحبيب وبلدكم الحبيبة طرمسعية. بالنسبة للفروسية، طبعا أنا بدأتها من وأنا عمري تقريبا حوالي 8 سنين. كان يوم ما يجي الحراث بده يسرح يحط لنا الأرض، كنت صرت أقول لأبوي إني أنا مريض، اليوم بديش أروح على المدرسة وأسرح معه على الزيتون. فبعدها طبعا سافرت على أمريكا، طبعا أخذني الوقت بالشغل وهذا، بس طبعا ظليت متابع الخيول وسباقات الخيول وجمال الخيول عن المجلات والإنترنت والصحف، وما كان في مجال إلي إني أمارسها. بال2001 طبعا جيت على طرمسعية، بنيت الصبل الخيل بطرمسعية كم زي ما بيعرفوا جميع الشباب، استقرينا بالبلد وجبنا راس رسين خيل. بعدها صرنا نشوف هالشباب يجي يقول لك يا عمي رتبنا خلينا نعبر عند الخيل كذا كذا. فاجت فكرة اللي هي يعني بعد فترة اجت فكرة انه نعمل نادي فروسية في طرمسعية، فبدأنا نشتغل عليها بال2007. والحمد لله يعني كان مرسوم لها هدف مستقبلي. فأولا طبعا كانت فكرة غريبة على المنطقة، وبالأخص طرمسعية، يعني من الناس اللي كانوا هذا معه مصاري مش داري شو يعمل فيهن، من الناس اللي كانوا هذا مفلس مش عارف شو يشتغل، بس يعني كان مرسوم لها خطة. يعني إصرارك كان إنك مقتنع بفكرة تأسيس النادي ولو سمعت كلام الناس، يعني هذا إثبات إن الواحد إذا حط الهدف قدامه وعارف إنه مقتنع إنه راح ينجح بهواية وإمكانيات، انت تبعت فكرك ورايك، ما سمعتش حتى للراي العام طبعا، وكيد عقبات وجوزها 100%. فكانت يعني اول العقبات طبعا احنا الارض اللي كان هي في ابو فلاح، بس تقريبا هلا كل المنطقه ده صارت بعد ما انفتح النادي كلها صارت منطقه طرمسعية، يعني لان معظم الاراضي اللي طرمسعية. طبعا بدانا فكره النادي واشتغلنا في النادي، وبداوا الفرسان من طرمسعية ومن رام الله من القدس من نابلس من جميع المحافظات يجوا، وكانت يعني بداية حلوة. والحمد لله توصلنا على مستوى نادي طرمسعية انه رفعنا اسم طرمسعية بالمحافل جميعها داخل فلسطين، في المحافل يعني في كل المحافظات، في كل السباقات كنا نشارك، في كل يعني ان كان في لنا خيل نشارك، اذا ما في لنا خيل داخل هذه المسابقات نشارك فيها.
طبعا وصلنا لمرحلة انه شفنا انه في عنا نقص كفروسية اللي هو الاتحاد الفلسطيني للفروسية. طبعا صلوا 19 سنة، فمن مدة سنتين احنا وبعض الشباب من طبعا من جميع المحافظات قدمنا شكوات للجنة الاولمبية انه في نقص، يعني الاتحاد نقص من واجب الفروسية في فلسطين، فطلبنا في تغييره. طبعا كان مقدم بالاتحاد حوالي مش اقل يعني من كل المحافظات ناس كثير مقدمين الاسماء. طبعا انا ولا مرة كان الفكر تاعي اني الطمحان طموحي لرئيس، يعني المهم انه خدمة يا جهودك وصلتك لل لخدمة الفروسية. فمن حوالي تقريبا من شهر 10 التقيت انا وابو رامي اللي هو جبريل الرجوب في سباق في نابلس، فبنحكي له انا والشباب يعني انه وين بده يتغير الاتحاد. حكى ان شاء الله في شهر 12 رايحين نعمل انتخابات. طبعا بما انه الاتحاد الفروسية ما عنده النصاب الانتخابات، فتم بالتعيين. فانا فوجئت يعني انه ثاني يوم بينزل اسمي بالجريدة، واللي هو بشهر 15/3 انه معين انا رئيس الاتحاد. طبعا ما اجى من فراغ، لانه الاخ ابو رامي اكيد سأل مين هو اشرف ربيع، شو اللي عمله. طبعا والجميع بيعرف شو اللي عملناه احنا للفروسية. طب خلينا نسألك على مستوى الوطن، يعني حجزر كيف وقع عليك يعني خبر والنبأ تعيينك رئيس الاتحاد الفروسية، وخاصة في الشيء تنسيق ما بينك وبينهم يعني كانت بجريدة، يعني كيف وقع الخبر؟ هل انت انبسطت لفترة قصيرة وبعدين شعرت انك تحملت مسؤولية وعبء وبدأت تحس ان المسؤولية مش فقط يعني هو صفة الرئيس الاتحاد، وبعدين يعني شعرت المسؤولية كبرت وبدأت تحسبها مظبوط وتتعب اكثر؟ والله شوف يعني اخر اجتماع كان لنا في الاتحاد كانوا منادين انه المفروض هم يحطوا 4 من الضفة، فمن ضمن الاربعة اللي يعني كنا مجتمعين في اللجنة الاولمبية انا منهم بالاربعة. فانا كنت متوقع اني يعني هذا الحكي بجوز قبل ما تعينت بشهرين، فكان عندي التوقع اني انا اوكي داخل عضو. فاوريدي بلشت ارسم لبرنامج كعضو شو اللي انا ممكن اقدمه للفروسية كعضو مش كرئيس. فانا يوم ما اجاني الخبر انه في الجريدة انه انت الرئيس، طبعا اتفاجأت لاني ما كنت مهيئ اني للرئاسة. اوكي مش مهيئ، يعني انا كنت فكر انه راح اكون عضو. فانبسطت يعني انبسطت مش للمركز ولا للكرسي، انبسطت اني من خلال المسؤولية تاعتي راح أقدم كل الطموحات اللي يعني أنا بطمحها إني إلي أنا كفارس كمربي خيول إني ممكن أحققها وأقدمها لفرسان فلسطين. ف يعني فصلنا حوالي تقريبا هلا شهرين من الاتحاد. طبعا بدأنا على جميع المستويات، من مستوى مربيين الخيول نعمل إحصائيات للخيول في فلسطين. بدأنا في الجوكيين نعمل إحصائيات كديش في عنا جوكيين في فلسطين اللي ما هو متأهل لجوكي على أساس نعمل له شهادة. من بدأنا العمل على تطوير دورات البيطرة، بدأنا العمل واللي هو أهم إشي اللي هو الجمعية الإيكاهو اللي هي جمعية أوروبية ترعى بطولات الخيول العربية في أوروبا والشرق الأوسط. وللأسف إن هاي البطولات كانت ترعى إحنا يعني اللي تصير في أريحة تنزل تحت مسمى إسرائيلية. فأريد راسلنا هاي الجمعية وإن شاء الله توقعاتي خلال شهر راح نحقق. وأحسن إشي يعني أنا بتوقع إنه يعني الجول في العهد تاع الفروسية إنه يصير الاتحاد الفلسطيني عضو كامل في هاي الجمعية الأوروبية. منها بعد ما يصير عضو كامل في هاي الجمعية الأوروبية طبعا راح نشتغل على اللي هو تحرير هوية الحصان العربي من إسرائيلية إلى فلسطينية اللي هي في الجمعية اللي هي الواهو. حتى أشهر كديش عدد الخيول يعني اللي بنتلكوها الفلسطينيين؟ هلأ عدد الخيول اللي بنتلكوها الفلسطينيين من عربي أصيل مسجل ما بين الضفة والقدس تقريبا حوالي 1000 حصان عربي. وهذا اللي كان الاجتماع اخر اجتماع كان لي مع وزارة الزراعة انه في اموال يعني
كثير كعبه بتضيع علينا احنا كفلسطينيين، اللي هو حوالي تقريبا من 2500 ل 3000 شيكل يكلف كل مواطن عنده حصان عربي وبده يعمل له دي ان اي في الجمعيه الاسرائيليه. فهذا في اخر اجتماع مع وزير الزراعه طبعا خرفنا احنا وياه بهذا الموضوع. فطبعا هذا بيجي للستاد بوك، طبعا راح ياخذ وقت ممكن سنه سنتين، بس ان شاء الله انه نقدر نحققه. طيب حاج اشرف، نفترض اني انا اشتريت راس خيل. اوكي. راس الخيل هذا دفعت حقه 20 عبد الله. حلو. ومين بده يضمن لي مثلا انه لو مرض هالحصان او مات هذا الحصان؟ مين بده يقدر يعني يعوض لي حتى معنوياتي تظل والامل يظل موجود واقدر انا امارس به يعني هوايتي؟ لان في دعم، انا اعتقد الدول الاوروبيه مثل بريطانيا او الخليج العربي او الاردن بتحمي، وخاصه الامراء اللي يعني اللي بتفاعلوا مع الخيول جميعهم امراء وملوك ووزراء، يعني مش الشعب اللي مثلنا ممكن اذا اشترى خيل ومات يروح في 60 داهيه. مظبوط. هلا بالنسبه للخيل انه كحمايه هون في فلسطين لسه ما في موجود حمايه. طبعا من ضمن برنامج الاتحاد اول شغله اللي هي يعني بيعانوا منها في تامين، يعني ممكن مربيين الخيول بيعانوا منها، اللي هو مش موجود زي كلينيك او مستشفى مصغر للخيول، فاوريدي شغالين عليه. وفي حتى من الشباب ما جزاه الله خير اتعهد انه هو يبني الكلينيك عنده بالمزرعه تاعته. راح نطلع دكاتره اللي يتخصصوا لمعالجه الخيول، تخصص للخيول كتامين. هلا في يعني في شركات بتامن الخيل في امريكا في دول اوروبيه، عندنا هنا لسه مش موجود. يعني تامين راح نشتغل مع شركات تامين اللي هي يعني بتشجع انت المواطن طبعا اذا مستقبلا اذا اشترى خيل يعني في عنده تامين، لو صار ما صار لا سمح الله الخيل تبعه ممكن ان التامين يعوضه ثمن هذا الخيل اذا ماتت أكيد. او اذا مرض لا يلاقي علاج. اكيد 100% شغالين على كل هاي المواضيع ان شاء الله. يعني معنا الاخ ابو مراد رئيس جمعيه طرق مساعده التنميه، وهذا اللقاء يعني تحت رعايه الجمعيه بحكم انها عندها نشاط بدا في ثقافي رياضي اجتماعي، كل ما يحتاج المجتمع من انشطه فهو موجود بيننا، ونرجو انه يسمعنا شو نشاطات الجمعيه المستقبليه منها يعني اليوم الندوه هذه والندوات المستقبليه. تفضل. مساء الخير للجميع، يعني شكرا لهذا السؤال. صحيح فيما يتعلق بالانشطه القادمه للجمعيه احنا راح يكون عندنا على صفحه الفيسبوك خلال الفتره القريبه يمكن تكون اسبوع اقصى حد، عندنا خطه العمل اللي راح تكون شامله في قضايا كثيره. هذا جانب. الجانب الاخر حتى يعني يكون النشاط له مكانه، راح يكون عندنا ان شاء الله الاسبوع القادم في بحر 7 إلى 10 أيام راح نستلم المقر الذي ستكون فيه الجمعيه، واللي هو في بيت الاخ طلال جباره المقابل الفرازه في البنايه الجديده. وبهذه المناسبه يسعدني ويشرفني ومن الواجب علي وعلى زملائي الجميع أن أتقدم بالشكر إلى جميع الأخوة المغتربين وغير المغتربين ممن تقدموا وساعدوا الجمعية في مواقفهم المعنوية وبتقديم الدعم المالي الذي سيمكننا من العمل خلال الفترة القادمة. هذا بالنسبة للجمعية، ولكن أنا أود أن أضيف بعض القضايا وبعجالة يعني فيما يتعلق بالخيل. أنا مش يعني خبير في هذا الموضوع، ولكن ما أود التأكيد عليه أنه الفروسية في مختلف الأقطار هي رياضة الأغنياء أكثر منها الفقراء. إحنا عندنا في فلسطين الصحيح انه في عندنا خيل، ولكن بحاجه الى ان يتم مؤسسه وتنظيم اللعبه بحيث تصبح ذات صبغه جماهيريه واسعه. ليش؟
يعني إذا إحنا نجي نقول إنه في البداية تشكل نادي طرمسعية اللي هو لنفترض من الحاج أشرف الذي يعني يملك قدرة مالية واللي يشكل نادي بشكل نموذجي كمكان، ولكن في العديد من الناس أصبحوا يشاركوا في اللعبة والأنشطة التي تقوم برعاية الاتحاد حتى لو كان يعني عنده الخيل بشكل فردي يعني ومحطوطة في مكان متواضع. أنا تقديري أنه هناك مهمة في غاية الدرجة من الأهمية بالنسبة للاتحاد هي أن ينقل اللعبة من كونها لعبة للنخبة إلى لعبة ذات جماهيرية واسعة. أكيد. حتى تنتشر في عنا هذه اللعبة يعني يجب أن يتم مؤسستها، يجب أن يتحدد العضوية، يجب أن يكون هناك سجلات للخيل. أعتقد أنك وهكذا. والأخ أشرف يعني تحدثنا قبل ذلك في كثير من هذه القضايا، وأعتقد إن شاء الله يعني هم سيتمكنوا من القيام بهذه المسألة. شكرا. معنا شاب خيال بالخيال، خيال الطرمسعية اللي هو فارس محمد أحمد عود حمدان. هذا الشاب يعني هو من جيل اللي أسس وتدرب في نادي طرمسعية، نادي طرمسعية الخيول، وأعتقد أنه هو تجاوز كثير من النجاحات وطلع لأمريكا في دورة وفاز في عدة مسابقات مهرجانات. تحب تحكي كلمة ولو صغيرة؟ شجع الشباب كلهم، تعالوا شجع. يعني كيف انت صارت عندك هوايه الفروسيه؟ والله هي الفروسيه كان يحكوا لك اهلك عنها يعني من الفارس اللي بيطلع الخيل وهو جدع ومعروف انه بطل والناس بتهابه وبتحترمه. الفروسيه السلام عليكم، الفروسيه هذه من حياه سيدي. برافو. بلشنا فيها زي ما تقول نطلع نراعي الغنم ناخذ الحصان معنا، انت عارف يعني شباب نطلع مع بعض تسابقوا بطريقه عشوائيه. ايوه. فتح النادي، بلشنا نشترك بالنادي، صرنا ندرب، بعد تدريب طلعنا أمريكا، طلعنا عند يعني الحاج أشرف دعمك في أكيد أكيد لما شافك أنت متفوق خلك بدك تروح أمريكا تدرب أكيد مو بس بلشنا بالنادي، شاف إن عندي القدرة الفروسية يعني أكثر من اللازم، طلعنا أمريكا. شفت هناك شو الفرق هناك؟ شو الفرق بين أمريكا في الخيول والفرق بين بلادنا اللي هي الساعة أول مرة نصير في فلسطين؟ أنا شوي مش يعني فيش عندنا الخبرة الكافية للإمكانيات. لا أنا هناك أخذنا الخبرة اشتغلت. شو شفت هناك شباب؟ في الخيول في الاسطبلات شو بيهتموا بالخيول؟ بيهتموا بالعمل هناك 24 ساعة السياس والملاك يعني عند الخيول يعني عناية كاملة، أدوية وأطباء ودكاترة يعني شو بيلزم الحصان موجود. هنا شوي يعني في تقصير هذا احنا عندنا لان ما عندناش امكانيات. في تقصير بس ان شاء الله الاحسن راح يصير. يعني في يعني الحاج أشرف بيتعب كثير قاعد اكيد مشان يصل ل ينكل عن شو بتوفر للخيول بامريكا حتى يصل لها. طب انت بتسمع بطرمسعية الشباب شو بتقول عن النادي؟ الشباب شو بتقول عن النادي الفروسية؟ هل هم مثلا معهمش قدرة مش قادرين يروحوا على الحاج أشرف ينتسبوا او عندهمش امكانيات او الدعايه والاعلام ضعيف حتى يصلوا لا يصل كل واحد انه يركب الخيل ويصير فارس؟ كل الشباب تروح على النادي، شباب طرمسعية رام الله كوس هناك عم تروح، كل شباب طرمسعية بروح تركب وكل واحد يعني انا بعرف شباب كثير من رام الله اولاد جهاد وزير اولاد كلهم بيجوا هنا وبتعرف انه من حد ما فتح النادي صار كل واحد يجيب عنده حصان اذا فيش عنده الصبي اللي راح وديه على النادي كل يوم يروح يركب الحصان يفرشيه يطلع عليه. انت بتعرف قديش بكلف الخيل؟ يعني حق سيارة ولا؟ والله حسب شو الاحصان. مثلا يعني في سيارة مثلا في خيل تطلع مرسيدس يعني حصان بنطلع 20 مليون دولار. طب ليش بقولوا هذه قوة موتور السيارة 1500 حصان؟ ليش مثلا بقولوها؟ من قوة الحصان يعني اتدخلت قوة الموتور مع الحصان قوة الحصان. إذا هذه يعني إذا 2000 سيارة معناها قوة السيارة 2000 حصان.
مظبوط. بعدين هاي من وصايا يعني الرسول عمر بن الخطاب علم اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. اذا احنا نقتدي بالرسول عليه السلام ونرجع طالما وصلنا لهذه ان كتبنا رسول الله وعلمنا ان نعلم اولادنا هذا ركوب الخيل والسباحه والرمي والرمايه. نرجع دكتور تيسير ابو التاريخ، انا بعرف ان العصور الاسلاميه كان انتصارات في اوجها وكل بالخيول يعني كل الحروب بتروح بالخيول، انتصرت ايام ما كان الفارس فارس وعنده 5000 فارس وانتصروا على الصليبيين وانتصروا على الفرس وفتحوا بيت المقدس، وصلاح الدين طبعا ما فتحها بصواريخ ولا فتح بيت المقدس بطيارات ولا ببواخر، فتحها بالخيول العربيه. تفضل دكتور احكي لنا عن الانتصارات الاسلاميه لايام صلاح الدين وما قبل صلاح الدين وما بعد يعني. شكرا لكم، شكرا على هذا اللقاء، وانا فخور جدا ان يكون ابن تروس عيا رئيس اتحاد النادي الفروسيه لفلسطين كلها يكون من تروس عيا، فنحن نرفع اسم تروس عيا حقيقه. انا فخور بهذا الشيء. وقبل ان ابدا في الكلام يجب أن نذكر الآيات القرآنية الموجودة عن الخير. تفضل. في القرآن موجود، في الأحاديث النبوية موجود. بارك الله فيك. تفضل. مثلا في الآيات القرآنية، أنا كتبت آيتين عشان أنا دائما فتحت القرآن يعني والخيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة. وزينة. وقدم الخيل على بقية الحيوانات وزينة. وأيضا آية قرآنية تقول وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. طبعا والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ما شاء الله. أيضا إضافة لهذا الكلام أقول أنه في معركة بدر الملك جبريل ركب خيلا خيله في المعركة واشترك في المعركة، واسم الفرس حيزوم والبراك يا سيدي كمان البراك. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم ركب الخيل واسمها البراك، وجاء سبحان الذي أسرى بعبده مكة ليلة المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وسمي البراك نسبة إلى الخيل الذي كان ركبها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات القرآنية والحديث النبوية، لكن دعني أيضا أدخل في هذا الموضوع. أقول بالنسبة للخيول وبالنسبة للمعارك لم تكن هناك دبابات أو طائرات أو سيارات أو صواريخ، كانت الفتوحات الإسلامية وقبل الإسلام أيضا كانوا يستعملون الخيول. الخيول هي التي تكون في المعارك، وإذا رأينا مثلا المعارك في معركة بدر والمعارك الثانية ومعركة صلاح الدين حطين وغير ذلك حتى بيت المقدس كلهم استعملوا الخيول. فالخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. وحقيقه انه السياره والطياره ما بتوصل حتى الى مكان في قمه الجبل الا الخيل خذ مثلا جبال نابلس يعني تشتغل بس من هم بضربوها نووي مش ضروري يصل بضربوها الكمبيوتر. اذا ارادوا ان يبنوا بيتا يضعوا الحمل على الدابة حتى تصل إلى مكان. كانت وسيلة النقل هي وسيلة الدفاع، وسيلة القتال كانت الخيول. نعم. فهذا يعني معروف. يعني هي هنرجع لحد أشرف مخططات الاتحاد الفروسية في المستقبل، يعني شو بتخطط تلتقي مع الأردن مع دبي مع يعني مع الدول اللي هي تتمتع ب بأريحية أصلاً بالنسبة للخيول هذه. يعني بالنسبه للامراء ودبي والملوك واللي في الاردن بنعرف بشوف التلفزيون كلهم هم الوحيدين اللي بيهتموا بقضايا الخيول، واولادهم كمان بيهتموا بهي الشغلات، فيعني ممكن تصل اكيد تواصل معهم ويدعمونا احنا كفلسطينيين مبتدئين. اكيد اوريدي احنا صرنا ماشيين مع اللي هو يعني بيمثل الفروسية أو مسؤول عن الفروسية في دولة الإمارات، اتصلنا عليه ويعني رحب بدعم الاتحاد ويعني
تقديم شو بيقدروا لفلسطين. تواصلنا مع السفير تاعنا بروسيا. في عنا برضه من دار الشعار برضه كان السفير السابق لفلسطين في روسيا وعنده بنت بتركب. فطبعا تواصلنا معه أساس إحنا يعني شغالين على مستوى أي إنسان فلسطيني إن كان في الداخل أو بالخارج إنه يمثل فلسطين. فتواصلنا معه أساس إنه بنته تصير تركب باسم فلسطين. تواصلنا مع عدة جهات رسمية بالأردن على مستوى يعني دولي مع الجميع تقريبا تواصلنا. بس لسه ما منا نقدر يعني ما منا نطلع على السلم على عاشر درجة قبل ما نجهز نطلع من يعني نبدأ من أول درجة اللي هو الاتحاد. هلا صار بادئ في 4 دورات قفز حواجز. المخطط تاع الاتحاد 2013 اللي هو يطلع بالمنتخب الفلسطيني للفروسية. في عنا برضه دورات راح نطلع مدربين للتقدم في التدرب. طبعا في كلاس A وB وC راح نوصلهم اساسي حتى يحصلوا من شهادات من الاي اي الدولي. هلا برضه في عنا اللي هو زي ما حكيت لك برضه بدنا نشتغل على مستوى اللي هو اللي يعني الفلسطيني اساس انت تطلع منتخب فلسطيني بمستوى بدون بدون محسوبيات اللي هو بدون معايير اللي هو كفاءات. لانه هذا شعارنا كان بنادي طرمصعية وهلا شعارنا بالاتحاد اللي هو كن فارسا. اذا ما انا خلص كن فارسا كن فارسا. اذا انت بدك تختار الفارس الصح بغض النظر ابن وزير ابن رئيس ابن كذا ابن يسلم هاي اكبر مثال الفارس 10 12 واحد طلع الفارس اللي عنده كفاءه. فشغالين على كل البرامج هاي وان شاء الله ان ننجح فيها. لا اكيد راح تنجح طالما بتشتغل على كفاءات وعلى ستاندر على معايير معينه واثبات محمد لان كفو هو الوحيد اللي طلع بطرمصعية في السنوات الماضيه. طبعا محمد يوم طلع من طرمصعية لامريكا طبعا هو تتوجه وهو بيعرف يعني يوم بعثناه لعند اكبر مدرب بالولايات المتحده الامريكيه اللي هو مايكل بايت. هو مدرب لجمال الحصان العربي. طبعا محمد خاض عدة بطولات 6 بطولات اللي هي بطولات دولية مع عروبة الربيع اللي هي بطلة أمريكا برضو نزل فيها وجابت الأولى ومع عدة خيل من مربط الربيع اللي هو في ولاية نيوجيرسي. طب حاج أشرف وين أنت شعرت أن النادي نجح بعد يعني رحلة 4 5 سنين 6 سنين ولا كنت شعر يعني اول سنه وثاني سنه يعني المشوار صعب وممكن وين شعرت طالما إن نجح النادي طالما كان عندي 5 فرسان اول ما فتحت يتدربوا محمد منهم ابن فرحان دياب بتذكر منهم ابن سرحان منهم. حلو. كانت اول بطوله بعملها وفي لي صوره معهم وهم احنا رافعين كان محمد يدرب برضه وقتيتها واحنا رافعين الكؤوس وقت ما ابن فرحان ذياب اعتقد وقتيتها اخذ الاول انا دموعي نزل. طبعا كانت اول يعني كانت جزء 4 أشهر 5 أشهر فكان يعني كان يعني كنت مبسوط. ده سؤال شخصي يعني هل انت كيت مصاعب من الاهل يعني اللي حواليك بقول لك هذا مشروع وجع راس بدك تطعم وتسقي وميه وهذه شغله يعني بدها تتعب والناس زهقت هالشغله وخلصنا من الخيول والبقر والغنم يعني هل تعرف اي عيله يعني كانت قبل 50 سنه في حواليها يعني كل واحد كل بيت عنده التعامل مع الحيوانات اللي هي بتساعد الفلاح منها الفرس والبقره والغنم. مزبوط. طيب هل كيت الناس فلتت وخلصت منها يعني هل لقيت مصاعب مثلا الحجه ابن ظاهر من يعني الحجه يعني الوليد والجميع ولقيت في تشجيع؟ لا والله يعني من الجميع كان في تشجيع. الوالد الله يرحمه ما كان مقتنع بالفكره يعني بعد ما فتحت النادي كان يحكي هي بطريقه مزح يجي المتخلف اذا يعني الله يرحمه ابو طبعا هو كان فارس في كثير من المواقف بغض النظر فبتفاجئ قلت اليوم في مرتي يعني طبعا بتحب الخيل يوم ما اسافر هي بتوقف معها انا بدير بالها
فبقى كلها في واحد من الخليل بده يشتري الفرس هناك رد تبيعهاش، فكلها طب في واحد بده يشتري الفرس كذا تبيعهاش، فسمت لها اربع روس بتطلعت بدهاش تبيع ولا فرس. اذا انت نجاحك يعود كمان طبعا الاسره والاهل اللي هم دعموك، انا مش اي واحد بيقدر طبعا يدخل هذه المغامره الا بمساعده اول شيء البيت بعدين الاصدقاء طبعا ترمس عليها يعني الكيت انت في الاول تشجيع، والكيت ناس يقول لك يا عم زي ما تفضل حياه المرحوم الله يرحمه يقول لك شو بدك وجع حرارة، يعني اكيد ناس كثير اكيد من تحت بس كان يقول شباب يقول لك لا بس كان مزح وكان يقول لي جو هيد بس اكيد ناس يقول لك والله شو بدك وجع الراس يا حاج. كثير ناس يعني في اقتنعوا بالاخر، في الاخر اقتنعوا يعني بشكر اهل ترمسعيه، يعني انا بتذكر اول سباك عملته جميع اهل ترمسعيه وقفوا معي صح. وثاني سباك والاخر سباك يعني اهل ترمسعيه جميعهم وقفوا معي وبشكرهم طبعا. ما فيش واحد بنجح لحاله الا بلا ما تكون اول شيء اسرته معه، اهل بيته معه، والبلد معه، والبلد والوطن والناس طبعا. اكيد انت وصلت الكمال، اهل معك والبلد معك والمؤسسات اللي هي اتحاد الاوروبيات الفلسطيني دعمك وصلك هلكيت لكمة للقمة اللي انت وصلت لها هلكيت من الصفر طلعت للقمة. خايف من القمة؟ لا مش خايف، لا يعني بدك تحاول تحافظ على اللي انت ومش خايف، لان انا الحمد لله يعني لا القمة بتخوف البلد. لا بعرف بس انا مش خايف، لان يعني اول يعني اول ما يعني اول ما بدأنا في الاتحاد استعملنا شهرين تقريبا، اتصالاتنا دوليا يعني معظمها اوريدي شغالين عليها، زي ما حكيت لك يعني على مستوى سياسي اللي هو تحرير هوية الحصان العربي اوريدي شغالين عليها، انه البطولات الجمال تتسجل لصالح فلسطين مع الجمعية الاوروبية اوريدي راسلناهم وجاوبونا، فيعني وشغالين يعني دوليا ومع اللي عنده حصان شغالين عليه انه يطوروا ويصير ينزل سباقات، شغالين مع البيطرة انه اوريدي لازم يعملوا دورات اللي تختص بالخيول، اوريدي شغالين مع ناس انه تبرعت انها تفتح مستشفيات، اوريدي احكينا مع وتواصلنا مع وزارة الزراعة تعهدوا انهم يمشوا مع الاتحاد، حتى وزارة الزراعة يعني من الكتب اللي اعطتني اياها اللي هو تخويل من وزارة الزراعة للاتحاد الفلسطيني انه يكون عضو، لان الخيل العربية تتبع لوزارة الزراعة، انه الاتحاد الفلسطيني انهم هم موافقين انه يكون عضو كامل بجمعية الايكاهو، وانه هو المسؤول الوحيد عن رياضات الفروسية وجمال الخيول العربي في فلسطين. فماشيين في الرايت دايركشن. سؤال، لو جينا كنا لها ترمسعية بدنا نشتري يعني فرس اصيلة للسباك وتطيح مشوارها باسم ترمسعية، يعني تصير باسم ترمسعية تطيح تسابق حتى ان نوصل يعني سمعة ترمسعية مع الوطن والخارج. إذا هذه فرص الله يسامحك أبو محمد، هذا السؤال مش صح. لا خلينا نجاوب، لأنه خيل أشرف ربيع ونادي ترمسعية وخيل مربط الربيع في نجران هي بتنزل باسم ترمسعية. ترمسعية بملكك الخاص، بملكك الخاص، أنا بمثل أنا بحكي بمثلها، بس أنا بحكي اسم تكون ضمن هيتي ضمن خيولك ان جميع البلد شاركوك، يعني كمان ترمسعية بالشارك برمز الخيول تكون هذه باسم البلد جميعها مش باسم مال، يعني هي تكون انا برحب في الفكره بس لا هي فكره برحب في الفكره انا فكرة. برحب في الفكره بس انا يكفيني من اهل ترمسعية الدعم المالي. انت بتمثل خيولك بتمثل لا بتمثل، ما وصلتش لدرجه انك يعني لا الفروسية ترمسعية، بس احنا بنقول ان اذا الناس تشارك وتساهم تحط باسمها يعني خير هذه بس ترمسعية. يعني انا بترجع لنا يعني عندنا فكره عندنا وليد كديش انت هكيت هنا عندنا وشجع وليد هاي بكنا هناك وليد طبعا هو هناك انا من عمه وليد ممشى وليد ممشى عم العادي دعم المواطنين هون لنا في البلد هو بنشر اللعبه على مستوى الاولاد على مستوى اطفالنا في بلد بالاساس ثقافي. انا لمست يعني في الفتره الاخيره انه كل اللي كانوا مشاركين يمكن في واحد او اثنين كانوا من الشباب الصغار من البلد والباقي كله من برا، بينما على سبيل المثال كثير من
الاباء او الامور بودوا اولادهم يروحوا يلعبوا كاراتيه مثلا. هذا مظبوط على سبيل المثال. طب نشر انا سميتها نشر اللعبه بحيث تكون ذات صبغه جماهيريه، يعني تكون الناس كلها بتحب تمارس هاي الرياضه. يعني الموضوع مش بس تربيه خيل، تربيه الخيل له جانب الروح الرياضي، له جانب تجاري. في بعض الناس بتربي خيل واصيله والاخري في جانب تجاري، وفي ناس لها هذه زي العمله تجاري ورياضي. يعني انت تقصد الرياضه بجو مش الاتحاد يجب ان نركز عليها بحيث تكون رياضه 100%. هلا يعني ترمس عليا هم، يعني زي ما تفضل الاخ ابو مراد، يعني اخر بطوله كان حوالي 40 فارس اللي مشاركين من ترمس عليا، كان في 6 انديه مشاركه، كان حوالي 40 فارس من نادي ترمس عليا، بس من ترمس عليا كان فارسين. اذا يعني انت حكينا شاركوا منطقه كل لا لا مش هذا بحكي. ترمس عليا بياخذوا الاشي كتسليه وليس كاشي وليس كرياضه، وانه الفارس يوصل لهذا. فانا اللي بطلبه انه يعني انا كانسان فلسطيني، كانسان ترمس عاوي اللي هي التضحيه. صح. كيف التضحيه؟ يعني ما بدي امجد حالي، يعني انا برضه بامكاني انه خالي بلعب فيها هون في بيتي، بس انا من عند خالي انتقلت وين فتحت نادي حسب انك مغامره. ايوه هلا بعد ما خاض، يعني هلا بالاولمبياد ما في معاش، يعني التطوع اكيد متطوع. هلا انا يعني معظم وقتي تارك خيلي وتارك النادي تاعي وين بالاولمبياد لاخدم الفرسان وخيول فلسطين. وهذه يعني مسؤوليه كبيره. احنا عارفين انك انت اجتهدت وغامرت وكذا، قلت لك انها مغامره مش اي واحد بيدخلها، بس احنا قصدنا التشجيع، لان انت بتحكي الرياضه هي كره قدم رياضه، باسكتبول رياضه، البولينج رياضه، الركض رياضه، انت بتحكي الفروسيه ايش جزء من الرياضه اللي بحكي فيها براد. الرياضة كاملة بكل معاني الرياضة، بس تراثنا وعروبتنا وكل شيء الفروسية، يعني هي أفضل رياضة لأنها بتثبت عروبية العروبة تاعتنا. ما هي كمان نصيحة الرسول عليه السلام. تفضل قبل ما نحكي مع نضال، يعني نسمع منها عن الخيول القديمة. تفضل. بحب أن أضيف للتفضلوا فيه، نسيتوا تذكروا انه كل المباريات كانت تكون هنا في ترمس عليا. اكيد في ملعب المدرسه الحديقه. الحديقه طبعا. لا هكذا على الفروسيه. فهذا بيرفع اسم ترمس عليا. صح. وكثير من الاصدقاء في رام الله دكاتره في الجامعات قالوا اسم ترمس عليا اشتهر نتيجه الفروسيه. صح. ما يعني في كل الكرة ما فيش فروسيه. لا مظبوط. في ترمس عليا. هذا ما هو متفق عليه. رفع اسم ترمس عليا في هذا الشيء. ممتاز. برضو الحديث النبوي الشريف هناك من فروسيه. واضح هذا الكلام. اكيد. طبعا نشكر كل يعني بدنا نرجع على النضال. نعم. الله يمسيك بالخير النضال، وانت مثل ام الجميع. وبدنا نسمع قصه في صاله ترمس عليا مع المرحوم ابو كافيه، كان يمتلك حصان اصيل. وهذا الحصان ترك يعني الفرس هذه خلت جميع ترمس عليا والمنطقه تبكي لما مات صاحبها. هذه القصه احنا سمعناها طبعا من الجيل القديم، بدنا اياه تحكيناها يعني بطريقتش حتى نتاثر فيها، ان الخيل هو برضه يعني مخلص لصاحبه وما بيقدرش صاحبه. تفضلي. انا ما كنت يعني كان البنات الغالي المتروتين من العرب اللي حاطين في الرفيد ما يعني لكيش نوتش. الفرس هذه اللوز بكلا بتشافية رتشة بطركوك اللي هي عند دار الحاج كاسم. هي السلسلة بينهم هذا في 47 و 48. الحادث هذا تيجي والله وعني هذا لشيقنا اللي غد الدوبيو تشلهدو سلامتك انها تيجي تكون في الشتاء. هذا بعد ما تلقت خبر وفاة صاحبها. ما هي صاحبها يوم طلوا النجيعة، طل الفرس النجيعة نصب البعير عنشو الجميع طول عمر شو بنتوا عيالشو نصب الحلقة على هذا على بتشافية، وبعدين دين يكون عن الفرس تيجي والله شوف عني ودموعها منها تأثرت تسمع يما كان هذا نيادة هي مخلصة لصاحبها.
ليش يا حمرة ربيتي ذي الأبيار صايبت مسمار ولا خيال سراح وليش ربيتي ذي المراح ندير شو وكل عنها وهذا عيات والله يا ابن عمي يعني بقت الحصان تعيط الفرس الفرس تعيط بعدين شو سوت يوم ما نزلت في البير محل بلدية ترمس عيا حاليا كان هنا كبير مطرح درب سميح اللي يعني كفع ورا البلدية بالطول يجي إن جلدها والشعر عليه خلط من جميع اللي حجي إن الشعر في الجلد سالخ عباب الجيعة من هنا ومن هنا والله نعيط إحنا ومياتنا على جلد الفرس اللي ملزق في على سلوكها إنها كانت يعني عرفت إن صاحبها توفى فهي مش عارفة شو تساوي فقط يعني دبتها اختارت البوت مع صاحبها سلم سهل الشباب نضال طبعا إحنا في نهاية الندوة إذا في حديث دكتور لك تحكيه في نهاية الندوة وأبو مراد نشكر نائب رئيس الجمعية طبعا ونشاطك ما شاء الله عليه وبتحب دائما تكون في الندوات وإحنا نفتخر أن نستفيد منك ومن أبو مراد إحنا بنشكركم على هذا اللقاء وهذا اللقاء كثير طيب اللي على الأقل أنه نرفع اسم ترمس عيا وأهم شيء الحمد لله جت من الحج حياك الله أشرف أنه رفع اسم ترمس عيا النادي الخير بكون كثير من الأصدقاء من الدكاترة في رام الله بيسألوني هذا السؤال صحيح في عندكم نادي الخير نقرأ عنه في الكتب قلت لهم نعم ففي ناس إجوا وجبتهم على المكان إجوا يعني جابوا أبنائهم يتدربوا والتزموا أنه كل يوم جمعة من رام الله يتدربوا في نادي الخير صحيح أبو راد كلمة أخيرة شكرا لهذا اللقاء يعني وأيضا الشكر لتجمع ترمس عاوي الفضائية ترمس عاوية في شيكاغو الفضائية بدي اسميها الفضائية ترمس عاوية التجمع خلي ناجح الزغلول يبسط نعم طبعا عنده ولد ناجح هو اللي قائم على البث بارك الله فيه ونتمنى له التقدم الأهم ونشكر رئيس اتحاد الفروسية ينهي الكلام مع البث التجمع ترمس عاوي نشكر تجمع ترمس عاوي وجميع شبابنا في ترمس عاوي في أمريكا وفي المهجر وبنتمنى لكم العودة على الوطن وبنحب ان نقولكم ان لازم كل واحد انه يكون عنده خطة لوطنه ولبلده ولأهله ومشكورين والسلام عليكم اخوتي الاعزاء مع الاخير ليس اخرا مع نهاية هذه الندوة نتمنى ندوات اخرى تحت رعاية جمعية ترمس عاوي للتنمية التي أرى فيها النشاط المستمر في ندوات أخرى للمزارع لكبار السن للرياضيين في مجالات أخرى لأسرى وعلى الأغلب الأسبوع القادم سيكون مع الأسير أحمد أبو السكر ندوة أخرى ونعتبر هذا البث التجمع الترمسعاوي الفضائية الترمسعاوية التي هي توصل الصورة والمعلومة في 5 دقائق كل المغتربين يروا أهلهم وبلدهم ويروا ماذا يحصل في البلد فنشكره جزيل الشكر وبيتك عامر يا حج أشرف حياك الله وأرجو أن تعذرون إذا أخطأنا هذا هي ندوات تجريبية